بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، مكررات واحدة. ما زلنا مع الفعل المضارع. الفعل المضارع كما قلنا بأنه حسب حالة آخره، صحيح الآخر، معتل الآخر، الأفعال الخمسة. تحدثنا في الفيديو السابق عن الفعل المضارع وحالات إعرابه إذا كان صحيح الآخر. طيب، إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، معتل الآخر يعني في آخره حرف من حروف العلة، وقلنا من قبل بأن حروف العلة مجموعة في كلمة واي باللغة الإنجليزية، أي واي، واو، ألف، ياء، واو، ألف، ياء، 3 حروف. إذا وجدنا في آخر الفعل المضارع حرفا من هذه الحروف، إذا هذا فعل مضارع معتل الآخر، أفعال مريضة، أفعال تمرض الفعل المضارع إذا اتصلت بآخره. طيب، الفعل المضارع أيضا إذا كان معتل الآخر يأتي مرفوعا، ويأتي منصوبا، ويأتي مجزوما. طيب، في حالة الرفع، الفعل المضارع في حالة رفع، بماذا، ما علامة رفع الفعل المضارع؟ ما علامة رفع الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر؟ بالواو أو بالألف أو بالياء، يعني مثلا يسعى، يرضى، هنا فعل مضارع في آخره ألف مكسورة، إذا فعل مضارع معتل الآخر. إذا أقول لك يسعى الطالب إلى الجد والاجتهاد، يسعى أو يسعى إلى المجد، أو يسمو، أو يأتي، أو يرمي، هذه كلها أفعال معتلة الآخر. في حالة الرفع لا خلاف، أي فعل مضارع لم يسبق بأداة نصب أو جزم وكان معتل الآخر فإنه يرفع علامة رفعه الضمة المقدرة. لما أقول يسمو الطالب المجد بأخلاقه، يسمو إعرابها فعل مضارع، يسمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. عندما أقول يسعى الطالب، عندما أقول يسعى الطالب إلى التفوق، يسعى لم تسبق بأداة نصب أو جزم، إذن هو فعل مضارع مرفوع. وأقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأنه معتل الآخر. إذا نتفق بأن في علامة رفع الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع علامة رفعه الضمة المقدرة. الحالة الثانية، نصب الفعل المضارع. إذا سبق الفعل المضارع بأداة نصب اللي هي نتذكرها مع بعض، أن، لن، كي، لام التعليل، حتى. طيب، هل جميع أنواع الفعل المضارع المعتل الآخر تعامل في حالة النصب معاملة واحدة؟ لا. يقول لك إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالواو أو معتل الآخر بالياء، يعني مثلا يسمو، يدنو، يدعو، معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالياء، يرمي، يأتي، إذا سبق أي فعل من هذه الأفعال بأداة نصب، إذا هذا فعل مضارع منصوب. ولكن ما علامة نصبه في هذه الحالة؟ أقول لن يسمو، لن يأتي. علامة النصب في هذه الحالة سيكون الفعل المضارع علامة نصبه الفتحة الظاهرة، في حالة إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء. طيب، إذا كان معتلا بالألف مثل يرضى ويلقى ويسعى، إذا سبق أي فعل معتل الآخر بالألف سبق بأداة نصب، ما علامة إعراب الفعل المضارع في هذه الحالة؟ ستكون علامة إعراب الفعل المضارع الفتحة المقدرة، لن يسعى إلى هدفه، يسعى، لن يسعى، يبقى يسعى هنا ستكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. يبقى في حالة النصب عندي حالتان، حالة مع الواو أو الياء
إذا كان معتل الآخر الفعل المضارع بالواو أو بالياء في هذه الحالة وسبق الفعل المضارع بأداة نصب، نقول بأنه فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما إذا كان الفعل المضارع منصوبا ومعتل الآخر بالألف فإنه ينصب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نأتي إلى حالة الجزم. الفعل المضارع في حالة الجزم يعني وفي آخره حرف من حروف العلة، وفي آخره حرف من حروف العلة، الفعل المضارع في آخره حرف من حروف العلة. طيب سبق بأداة جزم، هل نتذكر مع بعض علامات الجزم يا شباب؟ علامات الجزم هي أربعة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. أربع علامات للجزم. إذا سبق الفعل المضارع المعتل الآخر بأي حرف من حروف العلة واو ألف ياء، ما علامة جزم الفعل المضارع في هذه الحالة؟ نقول بأن الفعل المضارع يجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أقول لا تنسى، تنسى هنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هي المفروض يا أولاد تنسى في ألف في الآخر، ألف مقصورة، ولكن لأن الفعل المضارع جزم ففي هذه الحالة نقول فعل المضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. لم تخشى، هي تخشى آخرها ألف. لتسمو، هي آخرها تسمو في واو في الآخر ولكن حذفت، وتخشى في آخرها ألف ولكن حذفت. ليه؟ لأنه سبقت بأداة من أدوات الجزم اللي هي لم في لم تخشى ولام الأمر لتسمو. إذن هذه هي حالات الفعل المضارع المعتل الآخر. في حالة الرفع، في حالة الرفع يرفع علامة رفعه الضمة المقدرة لا خلاف. في حالة النصب بننقسم الفعل المضارع إلى قسمين: إما أن يكون معتل الآخر بالواو أو بالياء، في هذه الحالة سينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب سينصب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما إذا سبق إذا نصب الفعل المضارع وكان معتل الآخر بالألف فإنه ستكون علامة إعراب الفعل المضارع ستكون علامة إعراب الفعل المضارع في هذه الحالة الفتحة المقدرة. في الحالة الثالثة في حالة الجزم ستكون علامة جزم الفعل المضارع بلا خلاف، إذا سبق طبعا بأداة من أدوات الجزم ستكون علامة جزمه حذف حرف العلة. لا تنسى، لم تخشى، لتسمو. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه شرح هذه الفقرة، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر. لكم مني كل التحية، ومحدثكم الأستاذ عبد الجواد أبو بكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.